يا أخي القصص بتاعت التحدي دي قصص بتبقى تخليك تحس إن أنت ما عملتش حاجة في حياتك على الإطلاق. ساعات كده البني آدم يجي له وقت يظن إنه إيه عمل اللي ما يعمل، جاب الديب من ديله يعني. لكن لما تيجي تشوف مثلا على سبيل المثال حد زي مارينا. مارينا اتولدت من غير عظام ومفاصل في الساقين. طيب تسكت أبدا، لأنها اتخذت القرار التحدي، أصبحت واحدة من أبطال مصر، وتصنع الأمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ تشتغل كمان على خدمة أصحاب الهمم. معانا على أيوة صور الأول قبل التليفون عشان بس الناس تبقى شايفة. دي مارينا بالمناسبة، حالة نشاط مستمر، أمل طول الوقت موجود، وتزرع الأمل كمان في قلوب الناس. معانا مارينا نخلة على التليفون. ازيك يا مارينا؟ كويسة الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ انتي عاملة ايه؟ احنا كويسة شكرا، مبسوطة قوي انكم كلمتوني. والله احنا اللي مبسوطين اكتر بيكي، واحنا اللي سعدة ومتشرفين بان احنا بنكلمك. قوليلي انتي مشوارك بدأ ازاي؟ مشواري ماما وبابا هما كلهم مولودين في مصر ومتربيين في مصر، وجم امريكا قبل ما انا اتولد. وانا اتولدت في امريكا، بس كان عندي مشكله زي ما انت قلت، كان ناقص عظم معين عشان اعرف امشي. اوكي. فالدكاتره قالوا لماما وبابا في اختيارين، يعني يا اما تقطعوا رجليها وهي صغيره عشان تديها الفرصه تمشي، يا اما خلوها زي ما هي بس هي تقعد في كرسي متحرك ومش هيبقى ليها فرصه تمشي. فالاختيار ده كان صعب لماما وبابا عشان هما كانوا يعني لسه جايين من مصر ساعتها، وما كانواش عارفين ايه هي الديسابيلتي، ايه هي الاختلافات، يعني ما تعاملوش مع حد زي كده في مصر قبل كده، وما كانواش عارفين ومتوترين من الاختيار ده طبعا. لكن الدكاتره شجعتهم وقالت لهم العملية دي أحسن حاجة في مستقبلها وهي صغيرة كده، وشجعوا ماما وبابا وقالوا لهم إن هي هتكون زي أي حد تاني وده أحسن اختيار ليها. فرجلي اتقطعت وأنا عندي سنة، وبعدين لبست جهاز يمكن وأنا عندي سنتين أو حاجة كده. فأنا أكيد فخورة قوي بماما وبابا يعني إن هم اختاروا الاختيار ده ليا. انتي فخورة ان هم اختاروا الاختيار ده. اتعاملتي مع الاختيار ده ازاي بعد كده يا مارينا؟ بالوقت يعني ماما وقفت جنبي جامد جدا. اي حد كان يجي ناحيتي وانا صغيرة عشان كانوا بيبصوا عليا عشان شكلي مختلف، او يعني كانوا زعلانين عليا، هي كانت دايما تقف ورا ظهري، ودايما دايما في ظهري، دايما توقف للناس تقول انتوا بتبصوا على ايه، مش مختلفة ما تبصوش عليها. انا فاكرة الحاجات دي وانا صغيرة، وهي ماما اللي ادت لي القوة عشان ابقى مارينا النهاردة. يعني انا ما اقدرش اكون وصلت اللي انا وصلته من غير ماما، عشان هي كانت املي كله وانا صغيرة. كويس قوي. ها كملي. كنت هقول يعني اهلي عملوا فرق شاسع، وعملوا فرق كبير قوي في حياتي، اني انا اكون عندي كونفيدنس في نفسي، يعني عندي ثقه في نفسي. حلو جدا. طيب وبداتي ازاي تشتغلي في انه تساعدي اللي حواليكي؟ فماما وبابا ساعدوني طبعا، وماما كتير لحد ما كبرت، ولما بقيت ادلت يعني ودخلت الجامعه ودخلت الحاجات دي وبقيت خلاص بعمل كل حاجه لوحدي، دخلت كلينيك اسمه هينجر كلينيك. هو معروف في امريكا، يمكن فيه 700 او 800 كلينيك في امريكا اسمه هينجر. فدخلت الكلينيك ده وقابلت ناس تانية زيي، فقابلت ناس يعني عندها حاجة و60 سنة، حاجة و70 سنة، رجليهم لسه مقطوعة عشان السكر، او رجليهم لسه مقطوعة عشان كانوا عندهم مشاكل بقلبهم، او ناس صغيرة اصغر مني او في سني، وعرفت ان انا ممكن اتعلم من ناس تانية زيي. فلما بدأت أتعلم من ناس تانية زيي، أنا ده اداني الأمل إن أنا برضو أشجع ناس جديدة أو مش واثقة في نفسها أو نفسها في تشجيع.
فبدأت أروح ميتينجز وأسافر وأساعد ناس تانية زيي، أو لسه عاملة عملية أو لسه داخلة في الحوارات دي، عشان أنا عارفة إن أكترية الناس رجليها مش أو إيديها مش بتتقطع وهي صغيرة. أنا بنسبة صغيرة، أكترية الناس اللي زيي بيكون حوادث، أو بيكون من الجيش، أو بيكون من حاجات طبية. ف يعني أنا حبيت إن أنا أساعد ناس عشان ناس تانية ساعدتني أنا. برافو عليكي مارينا. طبعا انت عارفه انه الدنيا في مصر كلها مقلوبه بيعرفوا اخبارك، فرحانين بيكي، بيتبادلوا صورك وبيعملوا شير للصور بتاعتك والانشطه بتاعتك. عارفه انت الموضوع ده؟ مبسوطه جدا. خدتي بالك مارينا؟ نورتينا وشرفتينا، وكنا حابين ان احنا نشكرك حقيقي على الجهد الانساني اللي انت بتعمليه علشان تملي الدنيا بالامل. كل الشكر ليك يا مارينا. الف 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 شكر ليك.